عسلامة مسيو. عسلامة عايشك. لاباس؟ الحمد لله. قد منا روحك؟ أنيس مبارك. المرسى لسكون مرسى. مرحبا. مسيو أنت في الكواليس قلت لي اللي أنت تخدم في الشارع معناها منتصب فوضوي. صافا أنت زي مبيع نجي البومندي كما كنا نشتري شوية ألعاب أطفال. ونمشي ننصب بيهم في بلفار في المرسى. هذيك يعني انا نحكي لك على الخدمه هذه انا نخدم فيها يعني من 94 يعني مش وكنت يعني نزيد ندخل البارك نتاع السعاده من عام 94 من عام 94 تخدم في هذه الخدمه هذه وانا نخدم في الخدمه مش يعني ملي مازلت ملي بطلت القرايه يعني ملي بطلت القرايه وانا نخدم في الخدمه هذه لين بعد حتى عرست وعملت صغار وكذا يعني. وبقيت تخدم في نفس الخدمه ما عندكش حتى حل اخر ما عندكش يعني حل اخر باش تخدم كان تقبل يعني نلقاوش صعوبات يعني مع الامن قبل في عاد صعوبات اللي تواجهها قبل تقبل يعني قبل الثوره تحب والله قبل الثوره وحتى تو يعني كيف ما تغير شيء ما تغيرش باش يعني نكذبوا على ارواحنا نقولوا راني تو رانا في جنه لا قبل كنا يعني مع الامن بعد الثوره جات البيئيه تو نحاول البيئيه ارجع الامن يعني انت ما عندكش حتى حل ما عندك حتى خدمه هذيك هي الخدمه اللي تسترزق منها تعيش منها وراو حتى يعني نحكيوا عليها راو راس مال نتاع 200 300 الف راو يعني مبلغ بسيط ما ابسط من البسيط راو يعني تو انا داخل بومنديل تو انت باش مشيت تشري تو ريتي انا القفه هذه باش نمشي نصلح فيها طرف جوي مثلا ناخذ من كل حاجه ثلاثه اربع قطعات ثلاثة يعني أنت مش تاخذ ثلاثة أربع قطعات باش تاخذهم بقرو أنت باش تاخذهم اعتبار مواطن جاي باش يشتري لعبة لولده. أنا مش نمشي نزيد عليها 1000 ولا 2000 فرنك باش نبيع باش نصورش 20 25 ألف. تتصوري أنت 20 و25 وحتى 30 أنا نمشي معاك الأبعد من هذا 50 دينار أنت اليوم تصور 50 دينار باش تعيش عائلة. أنت اليوم أبسط كري اس بيس 1 تحكي على 500 550 ألف. تعيش في المرسى في المرسى معناها غالية برشا. إيه معناها ما عندكش حق باش تكري أكثر من اللومبر هذا، باش تكري أكثر من اللومبر هذا، راك باش تحكي على فوق المليون و200 وأنت ماشي. منين باش تجيبوا أنت مليون و200؟ اليوم هو موظف، نحكوا على الموظف البسيط، الموظف العادي، ياخذ في مليون. معناها باش تكري؟ يعني كري غالية، ماء غالية، ضوء غالية، عيشة غالية. اليوم انت ترى اليوم نحن انا تو على ابواب عيد مازال ثلاث ايام تحكي على علوش 1,600,000 انت اللي عندك في العائله خمسه وسته وسبعه منين بتجيبهم 1,600,000؟ اليوم راهو علوش ما يعملش سبعه ثمانيه كيلو راهو ب 900 وبمليون. خلينا نرجعوا من سؤال الموضوع الرسمي معناه الاساسي اللي هو الانتصاب الفوضوي. مثلا برشا مواطنين متقلقين قال لك وجه البلاد ما يجيش هكاك مثلا نشوفوا حتى وين نزاركات في باب بحر نعرف نمشي معاك في هذا لكن راهو مانيش انا المطالب نلقى الحل راني مانيش انا مواطن نسعى باش نجيب نهاري انا هذاك الاوبجيكتيف انا نتاعي الاوبجيكتيف نتاعي منظورك انت المهم لا تسرق لا تخطف ما عندكش حتى حل هي الدوله تلزك باش تسرق وباش تخطف وباش تبيع الزطله وباش تبيع شراب وباش دخلك في العالم تاع الريسك الدوله اكثر انسان يلزك في العالم هذا باش يدخلك للريسك هي الدوله انا ما انت ما تحكي عن انتصاب فوضوي هي انت الدوله هي تعطيني البديل ما كنت دوله انت السلطه انت عندك السلطه عندك كل شيء وزارات الكل عندك انت عندي انا رئيس دوله انا وزير العيب انه نشوفه مثلا سحر برشلونه هكاك الو انا مره في الهند مشيت معاك انا مشيت معاك قلت لك اوكي انت تمشي لبرشلونه وتشوف هكاك نمشي تريب على جنب محطه مترو نمشي معاك مقتنع بكلامك مقتنع فيه لكن انت الدوله اعطيني البديل اعطيني ساحه انت هيئ لي تيران هيئ لي تيران قولها وتيران هذا راه يجا انت المجموعه هذه في التيران هذا انت المجموعه هذه يعني انت المجموعه هذه يعني وتهيئ لي اني تيران وتنجم حتى تدخلني وتنجم انت حتى تدخلني يعني باش نخلص انا اداءات ونخلص كذا ومن تولي الدوله تربح منه من اما وقت اللي انت ما تعطي حتى شيء وما تعمل حتى شيء وتحب تزيد تقطع لي رزق ما تجيش ماهوش لوجيك راهي الدوله هي المطالبه باش تحل الوضعيات هذه المشكله هذه كيف ما حكيت انت من عام 94 انا من عام 94 فيها
انت من 94 نحن توا داخلين في 2024. اي داخل في 94، شكون انت رئيس الدوله؟ ما فماش حل. شكون رئيس الدوله اللي جاء ولقى حل؟ ما لقى حتى حد. والمطارده يوميا يعني. يوميا بالنسبه للمطارده خطايا تعمل لهم انت كل جو يهزوك السلعه يعملهم كل. اقولك سلعه. بطبيعه الحال انت تاخذ الخدمه ذي متعرض لشيء هذا. وما عندكش حتى حل، ما عندكش بديل. راهو كل خساره اكثر من ربح. اي احيانا انت مره هكا ومره هكا، مش قاعد يكذب على روحه. لا مره هكا ومره هكا، مش مره منه ومره منه. ما عندكش انت، ما عندكش بديل، ما عندكش خدمه اخرى، ما عندكش حاجه اخرى باش تعملها. وانتم مثلا تو مثلا تو مش حاجه متقي، تو مثلا السلطه الرابعه الصحافه راهي تعرف شيء ضايل اليوم في تونس. راهو ما ثماش خدمه. ناس مترزة، ناس دكاترة، عندك أنت 6000 ولا أكثر من 6000 دكتور في تونس بطال، باش تحكي عليا أنا؟ أنت عندك دكاترة بطالة ماهيش تخدم، دكاترة بطالة ماهيش تخدم، باش تخدم على تحكي عليا أنا؟ عندي انتصاب فوضوي، يعني أنت ما لقيتش الدكتور حل باش تلقى لي أنا حل؟ ما لقيتش اللي عامل باك بلس 5 وباك بلس 6 وبطالة؟ في عبادة أستاذة تو فوق الخمسين سنة يتمنى في حياته باش يدخل يقري نهار، يتمنى أمنية في حياته باش يدخل نهار للكلاس يقري. يعني راهو حاجة بعيدة، يعني هذه مسؤولية نتاع الدولة، مسؤولية نتاع الدولة. هي الدولة تلقى الحلول هذه لكل الناس الكل. ما مش جيني أنا نقول لي أنت حابس راهي والله ساحة برشلونة مش معقول، وراي باب بحر مش معقول، راهو مثلا المرسى راهو وجه سياحي مش معقول. باهي نمشي معاك في هذا مش معقول. انت تنصب في المرسى هكا؟ انا ننصب في المرسى. انا ننصب في المرسى. كورنيش؟ ننصب في بلفار. في بلفار، وكنت قبل ندخل المنتزه نتاع السعاده. منتزه نتاع السعاده بحكم يعني ثم شكون اللي يعس في الباب الداخل اسمه شكري، هذا يخدم في البلديه هو. وبالنسبة لي أنا الداخل ما عادش يخلوني ننصب، ندخل داخل المنتزه. تو منتزه فيه قلق. منتزه شنو هو؟ منتزه ما يجي صغار غادي وتجي هي جرده، باش تجي صغار تلعب وكذا ومن ثم قلق؟ ما ثماش قلق، ما فيش حتى قلق. يعني خلوك تدخل؟ ما عادش يخلوني ندخل غادي. وهو يعس يخدم في البلديه، هو يخدم يعني موظف في البلديه وياخذ في شهرين. هو عادي نورمال ينصب في قدام الباب لونتري، ينصب ولا يخدم في خدمتي انا. هو سامحني لحظة، هو عاون في البلدية؟ عاون في البلدية يخدم. ينصب حتى هو؟ هو عامل نصبة في اللونتري، تمشي للسعادة، سعادة، منتزه نتاع سعادة، تو هو اليوم سبت، تو تلقى جوي في اللونتري بالضبط، في اللونتري نتاع الباب. وأنت ما عادش تدخل؟ البيئية يا أخي، البيئية وقتاش تنحت؟ تنحت تو، البيئية هو ما يكلموش. خاطر هو يخدم في البلديه وهما شنيا تابعين البلديه زميلهم يعني ما يكلموش، وانا يا خلطوا علي يخلي يفكوا لي السلع. وليت ما عادش ندخل غادي، ما عادش ندخل غادي. يعني تفكت لك برشا مرات السلعه غادي؟ مرات تفك السلعه وهو زيد يعني يحرشها معايا، ما عادش ندخل، وليت ما عادش ندخل. خلي لك كلمه الختام مسيو، شنو تحب تقول للمسؤولين فيما يخص الموضوع هذا؟ الانتصاب الفوضى هذا يا تعطيني حل بديل، يا يرحم والديك ما عادش تدور بيا، ما تدورش بيا، خليني نخدم على روحي، يا خليني نخدم، يا اعطيني البديل. ما فيهاش حتى حل. فيهاش اخي، انت باش توكل لي صغاري ولا باش تخلص لي كرايه ولا باش تخلص لي ما تخلص لي هذا الدوله حتى تخلص امورها باش تخلص لي يعني. يعني البديل اهم حاجه، البديل، والا خلونا نخدم على روحنا، ما فيهاش حتى حل.